في بادئ الأمر طبعا كانت هناك محاولات عديدة لفتح الطريق الساحلي كما أشار في التقرير السيد الفاضل، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل لأسباب عديدة. من هذه الأسباب كانت نقاط التماس التي كانت ضمن شروط الاتفاق في الماضي، منها مثلا بوابة الصمود ومنها تمركزات 27 ونقطة 27، فكانت كلما تأتي هذه النقاط في المناقشات السابقة كانت تأتي باءت بالفشل لإصرارنا على إبقاء بوابة الصمود كمدخل شرقي لمدينة الزاوية، وإصرار الطرف الآخر على بوابة تمركز 27 كنقطة تمركز لمنطقة ورشفانة. ولكن في هذا الاتفاق كان هناك نقطة مخالفة لما حصل من اتفاقات سابقة. فأول ما تم الجلوس مع أمراء الكتائب من منطقة وشفانة تم عرض إلغاء نقطة بوابة الصمود ونقطة 27 من خارطة الاتفاق. وكان هناك في بداية الأمر كان هناك بعض التجاذبات، منهم موافق ومنهم رافض لهذه النقطة. ثم بعد أن تم توضيح السبب الرئيسي لإلغاء هذه النقطة من أي اتفاق سيكون، كان من ضمنها أنها نقطة فاصلة ما بين الصلح وما بين الحرب، فكلما كان يأتي صلح في السابق كان تأتي هذه النقطة فيبدأ حرب لا تأتي صلح، فتم الموافقة على هذه النقطة من بداية الأمر كبداية كبادرة حسن نية، وبدأ الاتفاق على تأمين الطريق الساحلي من قبل ورشفانة أو قبل الزاوية، فكانت هذه النقطة أيضا جدلية بعض الشيء، فحصل الاتفاق على أن يكون تأمينها من جهاز الشرطة أو مديرية أمن منطقتين سهل الشفارة ومدينة الزاوية، وبالفعل نجحوا في هذه الخطوة أيضا، وتم الاتفاق كنقطة أساسية ودالة على بادرة حسن نية، ومنها تم الاتفاق على بعض النقاط.